شكل فريد بخطوط متدفقة ومنحنيات تامة دون جوانب أو حواف. ويعتبر خبراء نموذج 64 بأنه من فولكس فاغن، لكنه في الحقيقة أول سيارة بورش. صنع منها 3 نسخ فقط اعتماداً على نموذج 64 من فولكس فاغن الخنفساء لاحقاً بقوة 35 حصاناً. وبفضل شكلها الانسيابي تبلغ سرعتها القصوى 160 كيلومتر في الساعة. إنها سيارة في غاية الأهمية لبورش، فمنذ البداية كانت للبروفيسور بورش أحلام كبيرة، من بينها هذه السيارة الرياضية. كان يريد صناعة سيارات للسباق ومنتجات تقترب من الناس. ظهرت سيارة بورش نموذج 64 بالتوازي مع تصميم فولكس فاغن على يد البروفيسور بورش وابنه فاري. سيارة السباق ذات الخطوط المتدفقة صممت للاشتراك في سباق المسافات الطويلة من برلين إلى روما، لكن بسبب الحرب العالمية الثانية لم يقم هذا السباق قط. كانت تنتظرها هناك فرص كبيرة حقا. هذه السيارة كانت معجزة في عصرها بسبب انسيابيتها وخفة وزنها. في متحف نماذج السيارات في مدينة هامبورغ يمكن مشاهدة نموذج 64. تاريخ سيارات السباق الألمانية بعد الحرب وسيارات بورش هما الموضوع الرئيسي في هذه التشكيلة الفريدة التي جمعها توماس كونيش بالتعاون مع أحد الأصدقاء. منذ مدة بعيدة كان هناك انبهار ما بهيكل بورش هذا، وتطور بمرور الوقت لدرجة أننا قلنا حسنا، بجانب بورش هناك أيضا سيارات السباق الألمانية التاريخية الكبيرة لفترة ما بعد الحرب. وما يسحرنا بشكل خاص هي مرحلة إعادة إعمار ألمانيا، حيث صنعت سيارات بأبسط الوسائل. المتسابق النمساوي أوتوماتي هو أحد الرواد، فبأبسط الوسائل صنع سيارة سباق هي فاتسن فليجا. وبعد وفاته في 1995 اشترى متحف النماذج في هامبورغ هذه السيارة وما كان لدى ماتي من أجزاء أخرى. وما لم يكن أحد يعرفه هو أن في الكراتين كان هناك سر. كنا مبهورين طبعا بشخصية النمساوي أوتوماتي، فرغم وجود شلل في أحد ذراعيه كان متسابقا ناجحا فعلا، وبدأ مبكرا جدا في الانطلاق بسيارات بورش. لقد كان الأول في الواقع. كان مات صديقا مقربا من عائلة بورش. في عام 1949 كان الشخص الوحيد الذي حصل على نموذج 64 وبدأ به المنافسة. اكتشف توماس كونيش صدفة أجزاء مثبتة في الفاتسن فليجا وأخرى مخبأة في الكراتين تعود للنسخة الثانية من نموذج 64. وفي المتحف تم مجددا تجميع السيارة الثانية، سيارة برلين روما، وإعادتها للحياة. المشكلة الكبرى هي هيكل السيارة الذي لم يعد متوفرا، وبإمكاننا طبعا اتخاذ النسخة الموجودة من السيارة أي رقم 3 كنموذج، لكن كانت بها اختلافات كثيرة عن هذه السيارة، فكل سيارة من الثلاثة فريدة من نوعها. 10 سنوات تقريبا استغرقتها إعادة ترميم السيارة الثانية من نموذج 64. هذه السيارة لن تخرج للشوارع، فقيمتها بالنسبة لتاريخ السيارات الألمانية يصعب تقديرها. سعة محركها البوكسر الرباعي لاسطوانات لترا واحدا، وهو من فولكس فاغن، به وحدة خلط ويعمل بتبريد الهواء وبقوة 35 حصانا تقريبا. الشكل خاضع للوظيفة في نموذج 64 مع الاحتفاظ بجمالية السيارة. وبإعادة تجميعها أصبح الفرق واضحا بينها وبين فولكس فاغن التي كانت في بداياتها آنذاك. النسخة الثانية من نموذج 64 لأوتوماتي موجودة اليوم لدى مجموعة شركات شوغ هوبا في ميونخ. هذا الهيكل الانسيابي الفريد من نوعه صممه إيرفين كوميندا، الذي كان مسؤولا أيضا عن تصميم فولكس فاغن وسيارة مرسيدس T80، وكلها مشروعات كانت تحت إشراف فردناند بوش. كان من المهم خصوصا العثور على عناصر من فولكس فاغن مرة أخرى، وهذا نراه بوضوح في هذه الفجوات في غطاء الهيكل. وفي المنطقة الخلفية نجد فتحات التهوية هذه التي كانت موجودة في سيارات كي دي اف،
ذلك كله يؤدي إلى التشابه القوي مع الخنفساء. والشكل الأساسي لبورش ذات المحرك الخلفي لاحقاً أي بورش 356 وبورش 911 من الداخل مثل أي بورش، بسيطة وبدون بهرجة. نموذج 64 سيارة برلين روما كانت أول سيارة سباق تحمل اسم بورش.